ايوه يا ستي بعكسك، واحد فاضي ملهوش اي حاجه وعنده فراغ يعمل ايه غير انه يعكس خلق الله. انا كويس، طمنين عليك انت يا ريم، اخبارك ايه؟ لا تمام، مفيش، قاعد اقرا. لا طبعا استقالتي دي نهائيه. طب انت بقى ليك عندي خبر حلو جدا. اتحرمت من مفاجاتي كريم، قولي لي خير. في مستثمر كبير عايز يفتح جورنال. ومين ده بقى يا ست اللي عايز يضيع فلوسه في الهوا؟ يضيع فلوس ايه، بالعكس ده بيفكر كويس جدا. انت ناوي تشتغلي في الجورنال ده ولا ايه؟ قصدك هنشتغل فيه احنا الاتنين، ده انت مطلوب بالاسم يا بوب. يا سلام. طب قابلني وانا افهمك. ست من غير ما تقولي لي على اي حاجه، مش مهم الجورنال، قولي لي بس قابلك امتى وازاي.